الخبر المستحدث الاستاذي او البرلماني اللي حصل امبارح، نعود الى برنامجنا المعد مسبقا، لانه زي النهارده من 72 سنه انطلقت ولاول مره اشهر عباره اذاعيه على الاطلاق حتى هذه اللحظه هنا القاهره. سنه 34 كان تاسيس الاذاعه المصريه، ولسنوات طويله ظل هذا الصرح من اهم بل اهم صرح اعلامي يقدم المعلومه او التوجيه او الترفيه او المتعه لجموع وملايين المواطنين في العالم العربي. ولاجل هذا التاريخ النهارده حددنا فقرتين اساسيتين. الفقره الثانيه هتكون لقاء مع مجموعه من الاذاعيين، من اشهر الاذاعيين اللي موجودين واللي اثروا الاذاعه واللي كانت لهم حكايات وحواديت امتعت المستمع وقد تمتع اليوم ايضا المشاهد. اما الفقره الاولى فهتكون واحد من رواد الاذاعيين والاعلاميين في مصر، مع شخصيه صوتها اثر الملايين وبرامجها كانت تمثل حاله عشق ما بين المستمعين وما بين مؤشر الراديو. هيكون معانا وبعد الفيلم او التقرير التسجيلي اللي معمول عن الاذاعه المصريه الاعلامي الكبير الاستاذ طاهر ابو زيد. اما الان فهنترككم مع بعض الشرائط وبعض التسجيلات وبعض المشاهد لهذه الاذاعه المصريه التي تاسست منذ 72 سنه. هنا القاهرة، هنا الإذاعة المصرية في عيدها 72. نحتفل معا من داخل استوديوهات ماسيرو مع عمالقة ورواد الفن الإذاعي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هنا القاهرة. هنا القاهرة. لم تكن عبارة هنا القاهرة التي انطلقت من مبنى الإذاعة القديم في شارع الشريفين مجرد تنويه. لفت أنظار الناس إلى الإذاعة الوليدة في 31 من مايو عام 1934، ولكنه كان إذانا ببدء عهد جديد في تاريخ الإذاعة المصرية التي بدأت عملاقة منذ يومها الأول، وقدمت للمصريين مفهوما إذاعيا مختلفا عما اعتادوا عليه في الإذاعات الأهلية. وكان السؤال الذي يطرح نفسه: من ستخاطب الإذاعة، الصفوة أم العامة، وماذا ستقدم لهم؟ أما الإجابة فكانت أنها خاطبت العامة بلغة الصفوة، مما ساهم في نشر الثقافة والفنون وشتى ألوان المعرفة، ليتحول جهاز الراديو إلى أحد أهم مقتنيات البيوت المصرية على اختلاف مستوياتها. نادي صالح في زيارة لمكتبة فلان. برنامج العام ذاكرة إذاعة الشرق الأوسط الإذاعة المصرية تبوح بكنوزها الخفية. دراما إذاعية، برامج ثقافة إذاعية، أحاديث مروية، إبداع وراء إبداع. كان هذا هو حال الإذاعة المصرية التي قدمت أعمالا ما تزال تلقى الإعجاب حتى يومنا هذا، رغم ضآلة الإمكانيات وقلة الخبرة لدى العاملين بها في ذلك الوقت، إلا أن رغبتهم في الارتقاء بمستوى العمل الإذاعي كان دافعا وراء ظهور أسماء لامعة عبر الأثير الإذاعي. أنا بعد ما بلغت هذا السن للأسف الشديد مانيش قادرة استغنى عن الإذاعة، لأني أصبحت أنا جزء منها وهي جزء مني. بحس إني أنا بكلم كل بيت من بيوت مصر ومن بيوت العالم العربي، بكلم الأم وبكلم الأب وبكلم الابن وبكلم الطفل. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عرف المستمع شكل الحديث المباشر الذي كان يقدمه كبار الكتاب والأدباء، كما تنوع إنتاج الإذاعة ليشمل الأخبار، البرامج بتخصصاتها المختلفة، الفترات المفتوحة، والأعمال الدرامية الإذاعية.
تعد هنا القاهرة هي صوت الإذاعة الوحيد، فقد تنوعت محطاتها في غضون سنوات قليلة وتخطى تأثيرها المستوى المحلي لتصبح أهم إذاعة عربية في المنطقة من خلال إطلاق المزيد من المحطات الإذاعية التي تحولت إلى منابر للفن الراقي والثقافة الواعية، فمن صوت العرب إلى الشرق الأوسط إلى إذاعة القرآن الكريم، ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة. وجاءت أجيال جديدة لتتآلف مع رواد الإذاعة وتتعلم منهم ليكون الإبداع ممزوجا بعبق الأصالة ودماء التجديد. الجيل الرائع طبعا كان جيل أكثر ثقافة، كان جيل أكثر حبا للعمل الإعلامي والعمل الإذاعي، أكثر تضحية. الجيل الصاعد طبعا الفرص أمامه أكثر سهولة، وبالتالي لا يهتم كثيرا بالثقافة ولا يهتم كثيرا بالرجوع إلى التراث. أنا تعلمت على الجيل ده، أنا أقدر أقولك أنا تعلمت على الجيل الرواد، يعني أساتذتي مدام هالة الحديدي، الله يرحم سيد عبد العال جنيدي، ده أنا خدت جزء من اسمه يعني، وأنا في اسمي فيه عبد العال، أستاذ عمر بطيشة، يعني أستاذ متولي درويش، كل اللي علمونا ده الجيل الرعي الأول كله، وأنا تعلمت منهم وخدنا أقدر أقولك القواعد الأساسية اللي كانوا بيقولولنا فيها الإذاعة زي الجيش. يمكن الواحد يعني ليه حظ برضو جميل إن هو تعايش مع رواد الإذاعة، فأعتقد إنه بداية النجوم كانوا بالفعل كلمة النجوم تطلق عليهم، النهاردة بالتأكيد في يعني أجيال وأجيال، وكل جيل له مذاقه وله رونقه وله اهتماماته، لكن الإذاعة دائما هي الريادة، فدايما احنا بنعيش مع الرواد، وخصوصا لما بنحتفل ب 72 سنة إذاعة. ساعة إذاعة من تاريخ الإذاعة 70 سنة وزيادة 2. واليوم وفي ذكرى احتفالها بعامها 72، تقف الإذاعة المصرية شامخة بما لديها من رصيد وبما تحويه من كنوز، رغم ما يقال عن غياب النجوم عنها واختفاء الإبداع الحقيقي من أسلوبها. في الماضي كان الإذاعة تعتمد على مهارة وكفاءة وقدرة وأداء المذيع أو مقدم البرنامج أو المحاور أو المعد، لأن الأجهزة أو التقنيات كانت بدائية في ذلك الوقت. الآن يمكن التقنيات الحديثة أكثر لم تعد تتطلب نوع المذيع الكلاسيكي التقليدي الذي كان في الماضي. المهم أن يقدم الرسالة وكيفية تقديمها بصورة جذابة تشد المستمع إليه. الإبداع زمان كان أكثر إنسانية، كان العنصر البشري فيه هو العنصر المتفوق. الإبداع الآن أكثر تكنولوجيا، تكنولوجيا يعني تكنولوجيا الاتصال صارت طاغية، وبالتالي الإبداع صار مرتبطا بالتكنولوجيا، ولكن هناك إبداع بشري. أول يا أختي ما دخلت على محل بيع القماش، ولسه جاي أقطع حتة قماش صوف وكسور للعيال، ألاقي لك يا حبيبتي حتة قماش تنفع فستان، إنما إيه مشجرة يا أختي وتشرح القلب. طب قولي هجيب بقى حتة جلاليب للعيال ولا جيب قماشة الفستان اللقطة دي؟ شوف يا اختي الراجل اللي انا عايزة اشرفه ومش عاجبه هروح منه فين بس يا اخوات، يعني عليا. سرق التلفزيون الكثير من بريق الاذاعة واكتذب جماهيرها طويلا، خاصة مع تعدد قنواته وفضائياته، الا انه وفي عيدها 72 يشهد الواقع بعودة المستمع للتجول بين محطات الإذاعة، والغريب أن أزمة المرور قد تكون أحد الأسباب، حيث أصبح الاستماع إلى الراديو في السيارة هو التسلية الوحيدة في ساعات التجوال في شوارع القاهرة. ألاء جويش، 10 مساء. هو توقف عند تاريخ لا يخلو من تساؤل أو لا يخلو من تعجب، لأنه المقارنة يجب أن شئنا أم أبينا يجب أن تكون على السطح ما بين ما بدأت عليه الإذاعة واستمرت فيه لسنوات وما بين هي أو وضعها الآن. إنما بين المقارنات والأحاديث يمكن نرجع هذه المحاكمة
للفقرة القادمة. أما حديث الذكريات والأيام الخوالي الجميلة والصوت الرنان الذي عشقه الكثير الملايين من المستمعين، سنكون مع الإعلامي الأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا بحضرتك طاهر. أهلا بيك. الحمد لله على سلامتك، حاجة من اسكندرية. أنا والحمد لله على سلامتك من البحة اللي كانت عندك ما ينفعش من زي إذاعة خالص، والعالم كله كان مهتم بيها وعملوا لك وصفات غريبة. إذا أنت شفت الوصفات؟ لا أنا سمعت كنت بتقولي. كنت وشفت الحلقة اللي قلنا فيها الوصفات. والله ما يعني ما نفعتش. كنت حضرتك بتعمل إيه لما صوتك ينبح في الإذاعة وعندك تسجيل؟ عمره ما انبح. لا والله؟ والله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ليه ما كانش بيجي لك برد مثلا؟ لأن إحنا في الإذاعة بنهمس، مجرد همس للميكروفون. العلاقة بيننا وبين الميكروفون هي علاقة هامسة، فما فيش تعب، ما فيش إجهاد. يعني أنا أذكر في مرة أيام الملك فاروق بتاع الألقاب البشوات والبهوات بتاع قد كده، قعدت رايق في ساعة ولم أصب بأي شيء يعني الحمد لله. إنما البرد الإنفلونزا ما كنتش تطلع على الهواء بقى لو عندك مانع يعني. طبعا طبعا مش زينا هنا نقاوح ونطلع على الهواء. طيب أستاذ طاهر أبو زيد، حضرتك دخلت الإذاعة وتدربت في مناصب كثيرة إلى أن وصلت إلى رئيس الشرق الأوسط، إذاعة الشرق الأوسط، وما قبل ذلك وما بعد ذلك، وفي هذه الأثناء كانت لك محطات وحكايات. إنما أنا عايز أعرف دخولك الإذاعة سنة 50 بعد التخرج، وبعد يعني هل أنت اخترت الإذاعة ولا هي اللي اخترتك؟ الحقيقة أنا عمري ما اخترت الإذاعة، ولم يكن لدي راديو في هذا الوقت. وعلقت مش كان أيامها الراديو الترانزستور موجود عند الناس ولا ما كانش؟ أنا بتكلم على سنة 48 لما تخرجت. ما كانش عندي، وكنت يعني قبل كده فترة كنت موظف في المحكمة. محضر يا محضر بالتوجيه، اشتغلت محضر، وكان يعني أملي كله أن أنا أخلص كلية الحقوق. بحب القانون وأحب المحاكم والمرافعة والصراع اللي بين النيابة والدفاع إلى آخره يعني. فكان حلمي أن أنا أواصل، فنقلت نفسي أو يعني عملت محاولات مضنية لغاية ما نقلت نفسي عشان أجي اسكندرية، لأن كانت جامعة اسكندرية اللي كان اسمها جامعة فاروق الأول كانت هي الوحيدة اللي بتسمح بأن الموظفين ينتسبوا فيها للكليات. وقابلت الرئيس المحكمة فبقول له أنا عاوز أقدم أنتسب لكل كليات. قال لي الكلام ده انتهى السنة اللي فاتت، عملنا الحكاية دي والسنهوري باشا منع الحكاية دي. كان وكيل وزارة العدل، وكيل العملاق السنهوري. سنهوري باشا. سنهوري باشا. فقلت له ده انا جيت مخصوص هنا عشان كده. قالوا احنا هنعمل لك ايه يعني، انت مخصوص واحنا يعني قلنا لك تعالى. وبعدين قلت له ده انا لازم اكمل كل الحقوق ده. قال لي والله بيسخر بقى مني، والله روح قابل سنهوري باشا وخليه يعود عن قراره، يعني يرجع في قراره اللي عمله بمنع الانتساب. فما كدبتش خبره وقمت واخد القطر وكان بخمسين قرش التذكره من اسكندرية للقاهرة، ورحت مكتب السنهوري باشا. فالسكرتير قابلني فقال انت عاوز كان اسمه وزير الحقانية ولا وزير العدل؟ وكيل وزارة الحقانية. وكيل وزارة الحقانية. وعارفة كان زمان وكيل الوزارة شخصية مهمة جدا، مش زي دلوقتي مثلا في كل وزارة 20 وكيل. لا، كان الوكيل الأول يعني يحل محل الوزير. ويمكن أهم من الوزير في عملية العملية التطبيقية بتاعة العمل نفسه بتاع الوزارة، لأن الوزير كان حزبي يعني حكومة الوفد يبقى يجيب واحد من حزب الوفد الأحرار الدستوريين إلى آخره. فالراجل قال لي سنوري باشا ما بيقابلش، أنت عاوزه ليه؟ قلت له عندي تظلم، أنا كنت صغير جدا وكده يعني. فقال لي طب اكتب لي تظلم وإحنا نقدمه بتاع. فقلت له لا ده أنا لازم أقابله وبتاع، لأني يعني مصمم وكده. فقال لي طب بس اقعد الاول اشرب قهوه كده واهدى واحنا نشوف يعني، بيهديني بس لكن ما فيش فرصه لان انا اقابل سنوري. شوفي بقى المصادفات والقدر، وانا قاعد دخل الاستاذ فتحي رضوان الله يرحمه. فتحي رضوان كان في اياميها عضو مهم جدا
في حزب مصر الفتاة، واحنا في طلخة كنا عاملين شعبة لمصر الفتاة ومتحمسين جدا وبنبيع الجرائد بتاع مصر الفتاة في الأول. الناس يقولوا الله مش ده ابن الشيخ مصطفى أبو زيد، يقولوا هو يبيع جرائد؟ لا، يقولوا لا ده مش عارف نشاط و و وإيمان بمبادئ حزب طلخة. يعني العمل السياسي وصل حتى للقرى أحمد حسين كان خطيب مؤثر جدا جدا، وحزب مصر الفتاة كان رغم عدده البسيط انما كان نشيط ويملأ الجو السياسي. يعني ما كنتوش بتخافوا وانتوا بتمارسوا السياسه او ان انتوا بتوزعوا الحاجه الحزب؟ طبعا المركز جاب والدي الله يرحمه وقال له انت يا عم الشيخ مصطفى انت من معانا في الحكومه، انت مأذون البلد وتسيب ابنك يعلق يفطم حاجات كده يعني. يعتبروا مأذون البلد ده يعني بيشتغل يعني حكومة. جزء من الحكومة. جزء من الحكومة. فالمهم دخل فتح رضوان فسلمت عليه، ويعني أنا كنت أعرفه من صوره بس ومن كتاباته، كاتب عظيم جدا. فقلت له إحنا أعضاء مصر، أنا من مصر فتاة في طلخة وبتاع. قال ده أنتوا دوشنا برسائل وإلى آخره، أنت بتعمل إيه هنا؟ قلت له عشان كذا وكذا وكذا. قال لما أقول لك على حاجة، أنا عندي ميعاد مع ثانوي باشا دلوقتي أنا داخل له. مش عاوز اوعدك لكن اذا جت فرصه هكلمه على اللي انت جاي له، ما جاتش فرصه خلاص ده مش وعد. قلت له طيب. وقعد بعد شويه لقيت السكرتير في غايه الاندهاش في غايه الذهول وبيقول لي اتفضل، مش مصدق ان سنهوري باشا. قال له هات محمد طاهر مصطفى ابو زيد اللي عندك ده. فدخلت، فاول ما دخلت بيقول لي سنهوري باشا ايه يا سيدي انت زعلان ليه من المحضر؟ ما بكره تبقى باش محضر وتبقى حاجه عظيمه جدا. فقلت له بتلقائيه ظريفه جدا، قلت له ما هو سعادتك يا فندم كنت كاتب في مصلحه التلغرافات وكنت كاتب بشهاده متوسطه وبطموحك ويعني بالرغبه الهائله في داخلك عشان تتفوق على نفسك وعلى الظروف وصلت الى انك بقيت عبد الرزق سنهوري باشا. طب ليه يعني مستغرب ليه؟ الراجل اول ما قلت كده هو وفتح رضوان ماتوا من الضحك على التلقائيه. وانا بقول لهم انت كنت كاتب تلغرافات؟ كنت انا قريت في مجلات ان هو كان كاتب في مصلحه التلغرافات. انا ما اتضايقش، لا بالعكس ده انبسط جدا وانفجروا ضحكين الاثنين وقال لي طب خلاص يا سيدي ما دام انت بقى يعني عارف ان انا كنت كاتب تلغرافات وعاوز تحقق طموحك معاك الطلب، وكان معايا الطلب وبتاع فكتب وافق. يعني مصادفة ان فتح رضوان دخل له وانا دخلت له بناء على هذا. وبهذا دخلت او التحقت بكلية الحقوق، رحت الرئيس كل ده والإذاعة مش موجودة في الحياة خالص ولا في ذهني. رحت لرئيس المحكمة اليوم، فاول ما دخلت من الباب قال لي الله انت هتدوشنا، ما قلت لك روح خلي السنهوري. قلت له ما هو فعلا السنهوري لغى قراره. قال لي لغى قراره؟ قلت له اهو اوافق وكتب كذا. والراجل مندهش جدا وكتبوا بقى عدد كبير جدا من الموظفين في المحكمة أسوة يعني بقبول محمد طاهر مصطفى أبو زيد أفندي. أنا كنت واخد لقب أفندي طبعا بوظيفتي في المحضرين، فنرجو أن السماح لنا. ودخلت كلية حقوق وأنا بشتغل في المحكمة لغاية ما أخدت كلية الحقوق. طيب لحد دلوقتي ولا عندك راديو ولا طموحك تدخل في الإذاعة؟ أيوة. إنما سنة 50 بقيت مذيع في الإذاعة. سؤال وجيه. في هذه الفترة تعرفت بشاب من اسكندرية ظريف جدا اسمه صبحي باسيلي يوسف، برضو كان زي ما كملش تعليمه العالي واشتغل في البحر في اللاسلكي والحاجات من دي يعني، وجيه يشتغل في الإذاعة في الترانسميتر، وتصاحبنا مع بعض وبقينا إخوات فعلا. في مرة كنا سهرانين سهرة ظريفة في اسكندرية وقاعدين نستمتع بالمطر نازل كده في محطة الرمل والأضواء وبتاع، وقال لي أنا متأسف إن أنا لازم أقوم لأن عندي امتحان بكرة، المذيعين هيمتحنوا. قلت له هيمتحنوا عندك في الترانسميتر؟ قال لي في خط تليفوني بين الترانسميتر خاص يعني وبين اللجنة في مصر. وبعدين قال لي ما تيجي نقوم سوا ونقوم الصبح بدري وبتاع. قلت له يعني قال لي هتتفرج على المذيعين وهم بيفقفقوا ويتلخبطوا وكذا 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 وكذا. فاسمها فرجه بقى يعني. رايحين لعب، بنلعب، كنت رايح العب. فقلت له تعال. قال لي يعني هو انت هتنجح؟ تعال نقضي وقت وخلاص. فروحنا نكلمهم بالتليفون وقال لهم معايا واحد اسمه كذا كذا. قالوا طب استاذ طاهر يعني انا غلطانه ولا
هي الحياه كانت سهله كده للدرجه دي؟ لا يعني كان في ثلاثه يعني بتقول قاعدين على القهوه، طب يلا نقوم روح للسنوري باشا مضى لي الورقه ولما قلت له راح، يعني الحياه كانت بقول لك ايه، يعني انا رجل يعني صناعته يعني الاقدار صناعته، ايمان اوف ديستني، يعني رجل الاقدار تحركني يعني بشكل غريب يعني. ف رحت تلعب؟ رحت العب، ف بشوفهم كل واحد يقعد دقيقة ونص وبتاع مش عارف ايه، صوتهم مش عاجبه او حاجه مش عاجبهم، فيقولوا طب شكرا، تقول لي امتحان ده وبتاع. وبعدين لقيت واحد كده قاعد بره اسمه عباس احمد، هو نجح ايضا اللي هو طلع زميلنا عباس احمد الله يرحمه، قعدت فقالوا لي قدامك الاهرام، طبعا الصوت جاي من القاهره، فبدات اقرا في الاهرام، كنت بقرا كويس جدا وبحب اللغه العربيه والتشكيل كويس وفي النحو، وكنت من المبرزين في ابتدائي في الموضوعات الانشاء وكده يعني. فقالوا لي طيب شوف كده مقال تاني، فقريت نحو النور لمحمد زكي عبد القادر، وقالوا لي شوف دور كده على يمكن تلاقي قصيدة شعر ولا حاجة في الأهرام، فلقيت قصيدة فقريت، فلقيتني قعدت مدة طويلة قوي، وقالوا لي طب متشكر وقعدت. راح بقى بعد ما خلص صبحي الله يرحمه بيتصل بيهم، لقيته جاي وشه أحمر مزنهر يقول لي تصور إنك نجحت، قلت له مش معقول، قال لي والله نجحت وطالبينك تروح القاهرة بعد أسبوع عشان الامتحان الكبير بقى. وهكذا وجدت نفسي مساقا إلى أن أنا أروح مصر وأدخل الإذاعة. وتصوري مثلا في الامتحان الكبير، لازلت أذكر سؤال غريب بيقولوا لي افرض أنك أنت بتستقبل، خلي بالك سنة 50، بتستقبل الجيش المصري عائد من فلسطين بعد ما انتصر على الصهيونية وحرر إسرائيل، فتقول إيه؟ فطبعا كنت متحمس جدا وقعدت أوصف الستات اللي في الشبابيك والأزهار والزغاريد ومش عارف إيه والجنود، المشهد اللي ما حصلش أبدا. شوفي بقى لها كم سنة وبتتأخر بتتأخر منه، وكأني بالبطل إبراهيم على حصاني يعني ينظر إلى أحفاده الجنود وكأنه يهم بأن يترك الحصان ويعانقهم فردا فردا وحاجات، وسرحت كده ونجحت وبقيت مذيع. وكان معنا في الدفعة عواطف البدري وفهمي عمر وصلاح زكي الله يرحمه وعباس أحمد الله يرحمه طيب أنا الحقيقة عايز أسألك سؤال، يعني حضرتك كنت تعمل في الإذاعة في عصرها الذهبي، اللي عمل هذا الرابط الوطيد ما بينها وما بين المستمعين المصريين والعرب من كل البلدان العربية، إيه كان سبب ده؟ إيه كان سبب يعني هذه المرحلة المزدهرة؟ البعض بيقول إنه عشان كان فيها شخصيات أو شخصيات إذاعية زي حضرتك زي أستاذ صلاح زكي زي العمالقة الإذاعة هم دول اللي عملوا ذاك العصر، ولا لا في سبب آخر؟ اللي عمل البداية الرعيل الأول، أول ناس مسكوا الإذاعة. ليه؟ لأنه ما كانتش حاجة مسبوقة قبل كده، كانت الإذاعات الأهلية وبتتكلم باللهجة العامية وبيشتموا بعض، مش بيشتموا يعني مبحبحين قوي كان فعلا عدد كبير جدا من الإذاعات الأهلية. الإذاعات الأهلية ويقول لك مثلا في الجو غيم، فواحد داخل في جريمة ولا حاجة فيحذره إن البوليس واخد باله، فيقول له في الجو غيم ويجيب أغنية اسمها في الجو غيم، واخد بالك؟ لا يعني بيدي سيم للهربان. ايوه، او لا الجو كويس فيقول الجو هادي وصافي ومش عارف ايه وحاجات كده يعني. والصبح كان يفضل يقول ايه، اسمع يا محمد يا عبد الوهاب عشان اذا كان يخرج من يدك تقول نص اللي انا بقوله، حاجات كده يعني، حاجات بدائيه جدا يعني. وكانت تبقى الاذاعه في اوضه ولا بتاع وحاجات من دي يعني. ومداها قصير. التانيين بقى كانوا كلهم اساتذه ممتازين وخريجي جامعه، وفي الفتره دي كان في ناس في مصر بيقول لك احنا فرعنا ويجب ان مصر الفرعونيه تعود، وناس تانيين بيقولوا اللغه العربيه يجب انها تتكتب بالحروف اللاتينيه زي تركيا، واختلافات في الراي. فهم يعني في الفوضى دي كلها ربنا الهمهم انهم يشوفوا الطريق السليم، فاولا بداوا باللغه العربيه سليمه،
الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية تقدمه، ومشيوا على هذا الجو، والبرامج اللي حطوها كانت هي المسار الطبيعي والمسار الطريق الممهد اللي الإذاعة مشيت عليه بعد كده. وكل الإذاعات العربية كانت صورة طبق الأصل أو أقرب ما تكون إلى الأصل من الخطط اللي وضعها هؤلاء الرعيل الأول، أول ناس اللي هو أحمد سالم والأستاذ علي خليل. الله مين أول واحد قال هنا القاهرة؟ أحمد سالم. أحمد سالم أول، كان أول مذيع، كان الساعة 5:30 الحكاية دي، وكان فاروق بيفتتح الإذاعة في وزارة المواصلات ولا حاجة كده، وكانوا عاملين إذاعة خارجية، وده عبد الوهاب وأم كلثوم وأحاديث يعني الخط الأول كان خط سليم موفق من توفيق البداية. البداية كان ومشي على هذا الخط. بعد كده بقى احنا تطورنا، احنا كنا الدفعة الرابعة. يعني كان قبل كده عدد من المذيعين الكبار، منهم عبد الحميد يونس الله يرحمه، وبابا شارو، وصفية المهندس، وطماضر توفيق، وأنور المشري، وحسن الحديدي، وهكذا يعني. نعم. الإذاعة المصرية يعني يقال إنه إذا كانت السياسة أو الزعيم جمال عبد الناصر واحد من أسباب أو واحد من أساسيات فكرة المد القومي والعروبي، فالإذاعة المصرية ساهمت كثيرا في إنشاء أو في تعزيز هذا الإحساس عند المواطنين العرب. بلا شك يعني جمال عبد الناصر جاء راكبا جهاز الراديو، وجهاز الراديو فتح له أفاق ضخمة جدا، وخاصة من صوت العرب. يعني صوت العرب والإذاعة عموما. وبعد مثلا مصطفى النحاس لما ألغى المعاهدة، كان الإذاعيين راحوا على القناة ويعني تجووا مع الفدائيين وينقلوا صور العمل الفدائي. كانت الإذاعة قومية منذ البداية، قومية منذ البداية. يعني إذا كان عبد الناصر يعني حقق كثيرا من فتوحاته بشخصيته أولا وبالكاريزما بتاعته، وأيضا لأنه كان هناك الراديو الوسيلة العظيمة المنتشرة، وجاء أنور السادات ركب التلفزيون. يعني برضو أنور السادات أحد أساليبه في مخاطبة الجماهير كان معتمد فيها على التلفزيون. نعم. أستاذ طرف زيد، أنت لسه بتسمع الإذاعة؟ أي. ما الذي يمتعك في الإذاعة وما الذي يحزنك على الإذاعة؟ سؤال. طبعا بقول لك يعني الحقيقه المذيعين بتاع الايام دي التقدم التكنيكي بيساعدهم كتير جدا، لكن يعني السرعه ووجود قنوات متعدده، الكم الكبير من الانتاج. الاذاعه يعني مهنه وفن، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعض. انما لما يبقى الانتاج كبير جدا ومطلوب عشان كم قناة محلية وكم قناة كذا وكم إلى آخره، فيعني سرعة الإنتاج بتؤثر في الإنتاج. إحنا كنا نعيش العمل اللي إحنا بنعمله بكل حياتنا وبكل ذوقنا، دلوقتي فيه إسراع، ومع الإسراع يعني لا تتحقق الجودة إلا في حدود. يعني حضرتك ترى المشكلة في الكثرة، كثرة عدد القنوات اللي المفروض ان هي تملأ بمساحات قصير يملأ، ولا في مستوى المذيعين؟ ما هو مستوى المذيعين بيتأثر بالمطلوب. ايه المطلوب؟ طلع لنا انتاج، يعني فيل ان، حط لنا كذا 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 كذا. فيعني برامج كثيرة وساعات ارسال ممتدة، يعني 24 ساعة في كثير جدا من المحطات والقنوات المحلية والقنوات العامة وغيرها وغيرها وغيرها. يعني بقى إنتاج ضخم مهول، والفضائيات وإلى آخره يعني. لكن هذا لا يمنع أن هناك برامج جديدة جميلة ومذيعين ممتازين. طيب جرب حظك الفن الشعبي، قدمت في التلفزيون برنامج كمان رأي الشعب. رأي الشعب. إيه أقرب البرامج لقلبك ولذاكرتك ودايماً تسعد كلما أتت على خاطرك؟ والله مش عاوز أقولك الرد التقليدي اللي بيتقال كلهم أبنائي والكلام ده،
انما بلا شك ان برنامج جرب حظك لعب دور كبير قوي في حياتي وعمل لي شهره واسعه جدا، لاني كنت بجيب افراد الشعب المطحونين الذين لا يسمع بهم احد حتى ولا جيرانهم يمكن، ناس عايشين تحت الارض وياخد فرصه عشان يجي يقول مثلا ربع ساعه في الميكروفون عن حياته واحلامه وفلسفته وسخرياته والى اخره. واخت ولك والناس يقابلوه يقولوا احنا سمعناك، وكان الاذاعه هي الوحيده يعني، كانت القاهره كلها توصل تتحدث عن شخصيه معينه جبتها اني ونجحت نجاح كبير، فالقاهره كلها تتحدث بها والصحف تجري ورايا وبالتالي يبقى الشخص المجهول البسيط بقى نجم، بقى نجم في دايرته وفي حتته والى اخره. فيعني كنت تصنع نجوم من المواطنين العاديين، او هم نجوم وكانوا محتاجين لمن تفتكر مين فيهم يا استاذ طاهر؟ نعم مين ممكن لسه فاكر حد من الشخصيات الاولى اللي نجحت في الحكايه دي؟ الجزار عزة ابو نقاية الله يرحمه، زكريا الحجاوي كان صاحبي، فاحنا قاعدين في الجيزه فجاي واحد جزار كده قال لي شوف عارف الجزار ده؟ قلت له، قال لي قوم كده اتناقش معاه في حديث. هو لابس جلابيه المذبح وعليها نقاط من الدم وماسك بتاع في ايده وبتاع وحاجات من السلام عليكم سلام ورحمه الله. قلت له انت يعني بشغلتك بتذبح بتاع؟ كلمت معاه في الذبح عمليه الذبح شويه. قلت له طب في وقت فراغك بتعمل ايه؟ قال لي انا بسمع موسيقى كلاسيك. كلاسيك جزار جاي من المذبح. فاستغربت قلت له انت عارف يعني ايه كلاسيك؟ قال امال ايه؟ يعني زي ما يقدمه بيتهوفن وكورساكوف ومش عارف مين، وعدي لي 7-8 من عظماء الموسيقى في العالم. طب عارفهم فين دول؟ عارفهم لان كان في واحد اسمه دكتور حسين فوزي كان بيقدم برنامج عن الموسيقى الاوروبيه والسيمفونيات في الاذاعه في الاذاعه وهو حب الحكايه دي وجاب اسطوانات وبقى سعيد جدا، وقال لي السيمفونية الثالثة بتاعت بيتهوفن عمل المقدمة عن ايه والسيمفونية التاسعة ايه والبتاع ايه. لما جبت في الاذاعة هوس الناس وبقى شخصية غريبة جدا يعني. واحسان عبد القدوس اتكلم عنه في احد افلامه، انتوا عايزين تبقوا مشهورين زي طاهر ابو زيد ويجيب الناس لاخره يعني. مثلا دخلت الاستوديو في يوم من الايام فلقيت الساعي بيتخانق مع واحد، فبقول له في ايه بتخانق ليه وايه الدوشه دي؟ قال لي ده لابس جلابيه وقاعد. قلت له الله مش ما يلبس مش دي لبسه الطبيعي يعني؟ الراجل قال لي ده لبس طبيعي والجلابيه مكويه هي بيه ووراني للكم بتاعه. فقلت له لا خليه قاعد، وانا رايح اسجل قلت فعلي طب ليه ده اللي لابس جلابيه ده ما يبقاش هو الفارس؟ وسميتهم الفارس اللي معانا دلوقتي فلان الفلاني فارس، لانه كان فارس هذه اللحظه وفارس هذه النصف ساعه او الربع ساعه اللي بيتكلم فيها. ونجح البرنامج نجاح الشيخ امام اللي كان امام جامع كفيف وكان يضرب 6 ارقام في 6 ارقام وادي له 6 ارقام في 6 ارقام يضربهم ونطلع احنا غلط بمفتحين والورقه والقلم ونطلع غلط ويصحح لنا والاخر يعني اشياء غريبه. اكتشاف نجوم من وسط الناس يعني بقى. وبعدين انا الاول كنت بقى اجري ورا الناس زي الصياد اللي حاطط شبكه على ايده وبيرميها وهو وحظه، اروح الموالد اسهر للفجر في احياء القاهره كذا 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 كذا. بعد فتره اتعرف البرنامج فبقى الناس يبعتوا لي جوابات احنا مواهبنا كذا كذا، وقابلهم في المكتب بتاعي وجالي يوسف ادريس الله يرحمه قاعد معايا في مره، وبعدين قال لي ده انا طلعت ب7 قصص من الشخصيات اللي انت عاملها. ودخلت بقى على عالم الفن صلاح جاهين وعبد الرحمن الخميسي من الادباء طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يمكن الوضع السياسي انذاك وال خلينا نقول الوضع الديمقراطي ان كان اذا كانت الاذاعه كانت في ازهى عصورها فالديمقراطيه لم تكن في ازهى عصورها. ايه المحاذير او ايه المطبات او ايه الحاجات اللي كنتوا تخافوا تقربوا لها او لو قربتوا لها تجازوا او وقع فعليه حصلت؟ هقول لك الحقيقه ما احنا كناش خايفين
لأنها ما كانتش جزاء. احنا كنا مؤمنين. يعني لما نقول مثلا انه الاشتراكية والوحدة وايه التالتة ذاكرتي دلوقتي بقت مقربة تبقى زي الغربال. العفو يا استاذ صبح. حضرتك فاكر الاسماء والتواريخ ما شاء الله ما شاء الله يعني والتفاصيل يعني يعني كان في ثلاث مبادئ: الاشتراكيه والوحده وايه الحريه والاشتراكيه والوحده. انا مؤمن بالحريه والاشتراكيه والوحده في هذا الفتره في هذه الفتره يعني فبالتالي انا بقول بشعور. وما كانش فيه مصري يعارض هذا الاتجاه. مين يعارض الحريه؟ مين يعارض الاشتراكيه في هذا الوقت؟ مين يعارض الوحده في هذا الوقت؟ كنا فرحانين جدا بالوحده مع سوريا، وكنا فرحانين جدا بالاشتراكيه، وفرحانين بالاصلاح الزراعي اللي تم وتوزعت الارض على الفلاحين. يعني كان فيه في داخلنا مد ثوري الى حد كبير، والحاجات دي يعني منسجمه معانا واحنا منسجمين معاها فبنقولها بروح. لكن ما اقدرش اهاجم الاشتراكيه ولا الوحده ولا الحريه. وبالتالي ما عدا ذلك حريه مطلقه لي. وكان الوزراء بيشتكوا مني لان في راي الشعب كنت بجيب راي الشعب. جابته الحقيقه بعد ما دخلت مجلس الامه، رشحت نفسي ونجحت نجاح باهر بعد معركه مهوله. وبعدين سنه 57 وبعدين جمعنا عبد الناصر في سرايا عابدين، وكانت الوحدة جت مع سوريا. فقال دلوقتي احنا بقينا وحدة واحدة، ما يقدرش يبقى فيه البرلمان المصري وما فيش، فاحنا هنتعطل كذا شهر. فقلت انا عاوز انقل البرلمان الى الاذاعة، يعني هذه الصورة يعني اقربها للاذاعة. فبقيت اجيب الوزراء. اول واحد جه في رأي الشعب السادات الله يرحمه، كان اول شخصية الناس بيسألوها. وكان مين بيسألهم؟ احمد باقي الدين الله يرحمه، والدكتور محمد منظور، واعلام مصر، يعني 20 واحد من المبرزين كلهم وقاعدين معاه وبيسالوه في الاتحاد الاشتراكي وكذا 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 وكذا. ده كان اول مره في برنامج الاذاعه لما كان راي الشعب اذاعي. ثم تحول بعد نجاحه بقى يعني ما عشتش او ما حسيتش بفكره انه المحاذير او الخطوط الحمراء. لا، المحاذير حصلت مره واحده بعد الهزيمه ايه بقى المريره في سنه 1967. فجيت انا حسيت بقى بان الدوله في مأزق والشعب في مأزق والاحزان والمراره والاخر. فقلت اجرب كده، فاجرب راي الشعب. وكنا بنجيب فيه الوزراء والناس تكلمهم. يعني توفيق الحكيم كان يقول انا بتمتع بدراما في هذا البتاع ده. واحده لابسه ملس كده واقفه، الراجل بتاع المعشات تقول له ايه وبتاع في التلفزيون. يعني هو نجح في التلفزيون اكثر من الاذاعه. فلما جيت اجيب الناس يتكلموا بعد النكسه، ما كانوش بيتكلموا، كانوا بينفجروا انفجار. ازاي يعني؟ ازاي واحنا كنا ماشيين ايه نقول الجيش بتاعنا ايه وبتاع، وفين الصاروخ اسمه الرائد ولا كان اسمه قاهر الظافر والظافر ومعمل لهم تماثيل في البلاد. طب فين القاهر ده والظافر ما ضربش ليه والبتاع الناس بينفجروا. انا عارف انه ذكرى 5 يونيو الاسبوع اللي جاي. ذكرى النكسه الاسبوع الجاي. وفي محضرين لكم لمشاهدنا الكريم لقاء مع واحد من اشهر اسرى الجيش المصري في اسرائيل. هيكون حديث انساني بس اكيد له بعد سياسي. عوده الاستاذ طاهر ابو زيد. الناس بتقول كان بتنفجر. كان بتنفجر، ولقيت انه مش ممكن، لانه يعني المرحله دي لازم تمر شويه على ما نشوف هنوصل ايه. وبعد كده حصلت طبعا حرب الاستنزاف المجيده العظيمه اللي فتحت الطريق لنصر اكتوبر. يعني يكفي انها خلت الناس يتجرأوا على انهم يعبروا القناه في وسط الظروف بالغه السوء ومعنويات منحطه والى اخره لدى الشعب. لكن الناس اللي كانوا بيعدوا القناه ويدخلوا عند في الشاطئ الشرقي من القناه يعني تمرنوا على انهم يخترقوا هذا التابو الفظيع، هذه الهزيمه السوداء المظلمه اللي حرب الستة ايام. في ستة ايام كنا واقعين على الارض. عيد الإذاعة المصرية بيتزامن ويتوافق مع عيد الإعلاميين عندنا هنا.
إلى أي مدى تعتقد أو يعتقد الأستاذ سارة وزيد أنه الإذاعيين العظام أخذوا تقدير من الدولة أو من الناس بعد انتشار التلفزيون؟ بعد انتشار التلفزيون؟ بعد ما يعني والفضائيات وبعد انحصار الاهتمام بالإذاعة. أيوة. يعني قطعا يعني أنا في الفيلم اللي عملته في الأول أن التلفزيون خد جانب المستمع الإذاعة طبعا، الصورة والصوت غير الصوت بس، بينما الصوت صحيح ليه ميزات، يعني الصوت بيدي خيال وحين تكون هناك أحداث ضخمة في العالم الأيادي كلها على الراديو، لأن عالم التلفزيون يجهز نفسه ويصور واوا إلى آخره. طب أقول لحضرتك على حاجة على فكرة الخيال والصوت. إحنا يعني الحقيقة تواصلنا واتصلنا بعدد كبير جدا من الإذاعيين والإذاعيات. كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الإذاعيات، إن معظم نجمات الإذاعة الحقيقة رفضوا رفض بات إن هم يطلعوا تلفزيون. قالوا خلونا بالصورة التخيلية اللي عند المستمع. الحقيقة الاثنين اللي رحبوا جدا بوجودهم معانا هيكونوا معانا في الفقرة اللي جاية، إنما عدد لا يقل عن 10 إذاعيات شهيرات جدا رفضوا بتاتا إن هم يطلعوا عشان يخلوا الخيال اللي وصل له المستمع يبقى كما هو دون أن يغيروا الصورة. عارفة الحقيقة ده بيفكرني بإيه؟ ليه؟ أم كلثوم. أم كلثوم لما يعني تعرفنا إليها وبقى في شيء من المودة وال يعني نلتقي في حفلات وإلى آخره يعني، فكانت نقول لها طب عاوزين كلمة صغيرة في حاجة، تقول لا خلوا الهالة حواليا، أنا مغنية مطربة، الناس بتحبيني عشان صوتي وعشان أدائي الغنائي. ف ما تحبش تتكلم كلام عادي. أنا مش مهنتي الكلام العادي ولا أقول في موضوع ولا حاجة، فخلوني في الهالة كده. تنينا وراها 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 لغاية ما أقنعتها في يوم من الأيام إنه لا، ده أنت لما بترتجلي وبتسيبي نفسك على طبيعتها وبيبقى حديثك شيق جدا جدا جدا، وأقنعتها إنها تعمل حديث طويل معايا لمدة ساعة، وعملت حديث خالد وصوت القاهرة طبعه وإلى آخره، من الأحاديث الجميلة جدا جدا. الشرايط الكنوز دي اللي موجودة في الإذاعة أخبارها فنيا عاملة إزاي؟ أخبارها فنية موجودة وفيه برامج قائمة عليها. يعني يقول لك من أرشيف الإذاعة أو ساعة من إذاعة. أو مع الإذاعة كذا، ويجيب مثلا ألف ليلة وليلة، ويجيب جرب حظك، ويجيب بتاعت فهمي عمر دي ساعة قلبك، ويجيب إيه ويجيب إيه ويجيب إيه، في كنوز يعني تظل دائما يعني كنز، ما تفقدش صفتها ككنز فبتيجي للجمهور. لكن لا يمكن أن ننكر السحر التلفزيون والصورة ويعني واجتماعها والتلفزيون بقى اللي ورانا بقى الغابات ورانا البراكين والزلازل والدنيا والمحيطات والأمواج والحاجة. يعني في الإذاعة كنا بنعملها بساوند إفكت، يعني بعد الرياح نقوم عاملينها على الأسطوانة فتطلع رياح وحاجات كده يعني. بس التلفزيون طيب ليه طاهر أبو زيد اختار أن يبتعد عن ميكروفون الإذاعة؟ يعني مع أن في كتير إذاعيين يعني فكرة المعاش ما كانتش هي الحد الفاصل، استمروا يقولوا برامج أو حتى ولو برامج قصيرة جدا. ليه ابتعدت عن ميكروفون الإذاعة؟ عن إيه؟ الميكروفون، أن أنت تفضل تقدم مع أن في ناس فضلوا يقدموا حتى بعد خروجهم على المعاش. يعني أنا لما في سنة 1982 بقيت على المعاش وقعدت فترة طويلة برا، في هذه الفترة بقى اجتذبتني البلاد العربية يعني، ورحت أبو ظبي وراس الخيمة وكل المناطق دي ودبي ومش عارف ايه، وقدمت بعض البرامج هناك، وكنت بروح لهم احيانا في رمضان نعمل تخطيط لبرامج رمضان وإلى آخره. كانوا لسه مبتدئين بس سبقونا يعني ليه سبقونا يا استاذ؟ بقولك ايه، شوقي الشاعر احمد شوقي الله يرحمه كما لو كان بيتنبأ قالك بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل واقلال. يعني بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل واقلال. فهم بقى يعني مثلا انا في قطر كنت اقعد معهم وكده،
بعد 6 أشهر بقابل المذيع اللي كان لسه مبتدئ خالص وما عادش شهادات يعني اللي يمكن إعدادية. ايه بيكلمني انه راح مؤتمرات عديدة وقعد مع اذاعيين كبار في لندن وهنا 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 وسمع من هنا وسمع من هنا فامتلأ بافكار جميلة ومعاهم الفلوس فبنهم وجابوا الاجهزة مش زي اللي قاعد في اوضة هو اللي بيعمله كل يوم يعني بيروح نفس الاوضة ويرجع منها تاني لبيتهم لا مفيش حتى مش في نفس الاوضة لما تيجي الاذاعة دلوقتي وانا يعني اطمع ان المسؤولين يكونوا بيسمعوا هذا الكلام عشان يعرفوا ان الاذاعه الناس بيقولوا الاذاعيين بيقولوا احنا بنت الجاريه والتلفزيون بنت الست واخد بالك يعني لانه بقى يعني كل المال رايح على التلفزيون وقليل من المال ينفق على الاذاعه فبتنحدر استوديوهات على ما نقفل الباب محتاجين الى زراع محمد علي كلي مثلا عشان نقفل الباب ما فيش ساعات في الاستوديوهات يعني يا ريت وزير الاعلام الاستاذ انس الفقي ينزل في مره ويشوف الاذاعه بتشتغل ازاي وبعدين عاوز اقول على حاجه الاذاعه لن تموت وستظل الاذاعه لعده اسباب اولا ان الاذاعه القدر الثقافي فيها اكتر يعني اعتمادها على الثقافه والتوجيه الثقافي كبير جدا لما نقول الشعر ولما نقول مثل هذه الاشياء الاذاعه هي مجله لما نقول الاخبار والاحداث الاذاعه هي مجالها لما نقول ان فيه كذا مليون مكفوف في مصر 2 مليون ولا 2.5 مليون وبتاع فمجالهم لا والتجربه إزاعة. التجربه بتقول انه في كل الدول اللي سبقتنا في مجال التلفزيون والدش ما زالت الاذاعه موجوده ولها تاثيرها يعني لما بنسافر في العربيات ما فيش مجال للتلفزيون المجال في الاذاعه السواق مش ممكن يبقى قدامه تلفزيون فبتقول انه ما فيش اساعات في الاذاعه ما فيش ساعه مع ان احنا كنا يعني مرتبطين بالساعه وبالوقت ارتباط وثيق جدا جزء من حياه المذيع بهذا الشكل يعني وبعدين بقى في مستقبل جاي للاذاعه ان في احنا دلوقتي لما نحب ناخد من الاقمار الصناعيه حاجه اذاعيه لازم نعملها تلفزيون الاول وبعدين نلقط الكلام انما دلوقتي بيعملوا جهاز يستطيع ان ياخذ الاذاعه من الاقمار الصناعيه في الحاله دي هو لسه طبعا الجهاز ما مرخصش قوي انما لما هيرخص وهيملا الدنيا هيبقى الناس معاهم اذاعه بياخدوا من قنوات العالم كلها يعني ياخدوا من القنوات الاذاعيه في العالم كله ويعود للاذاعه مجد اكتر نعم السؤال الاخير الاستاذ محمد طاهر مصطفى ابو زيد هو انا اسمي محمد طاهر لوحدي وانا ابويا مصطفى وجدي مصطفى ابو زيد بس محمد ما يعني مالهاش ذكر دايما طاهر ابو زيد يعني طاهر ابو زيد اسم الشهره يعني اسم الشهره طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال ايه الجمله او الطريقه او الاداء اللي لما بتسمعه في الاذاعه دلوقتي يستفزك جدا جمله او عباره او كلمه يا اما بتستفزك لغويا او اعلاميا او حتى صوتيا واذاعيا هقول لحضرتك يعني انا الحقيقه بميل جدا حين بدأت الإذاعة قالت بلغة عربية سهلة سلسة جميلة لما لاقي دلوقتي اللهجة العامية بتسود في الإذاعة وأكثر من كده لما لاقي عناوين البرامج عناوين أجنبية لما لاقي برنامج اسمه فوتبول باسم برنامج يعني اسم برنامج بيكرر في الإذاعات وفي الصحف وبيذاع الساعة كذا وكذا واسمه فوتبول طب ما نقول كرة القدم ما نقول الكورة حتى يعني واخد بالك يعني البعد عن اللغة العربية وإهمالها وتجاوزها بحدة والنوم على اللهجة العامية بيثيرني في كثير من الأحيان صحيح احنا محتاجين العامية لما أنا أجي لواحد مهني صنعته كده يعني وهيكلمني بالعامية مش عاوزه ما يعرفش يتكلم بالعربي يعني واخد بالك لكن المفروض ان احنا نقود واللغه العربيه قائمه على السمع يعني الواحد يسمع ويسمع الكتابه دي هي الصوره الثانيه للغه العربيه انما اصل اللغه العربيه السماع يعني فانا لما الاقي برامج وناس يغلطوا بيقروا في الاخبار ويغلطوا في النحو اخطاء شنيعه اخطاء شنيعه مؤاخذه بقى اقول لك على حاجه بقى في بعض الناس اللي هنا في دريم في البرامج اللي زي سمعناها قبل كده تقارير التقارير دي
بعضهم بيلخبط قوي في اللغه العربيه, بيعمل شوك يعني. يعني يا ريت المساله دي تخلي بالكم منها شويه. بنحاول ان شاء الله. ده اكثر شيء بيستثيرك يعني؟ اه ده بيثيرني يعني. ده بيثيرني. وعناوين البرامج الاجنبيه نعم. واللي بتتكتب احيانا باللاتيني بحروف لاتينيه, ليه؟ كل بلد في العالم بيحب لغته, احنا ليه بنكره لغتنا؟ احنا لغتنا اللهجه العاميه دي جزء من اللغه العربيه بس فيها شيء من التهوير. وصحيح الاذاعه عملت دور مهم جدا في التقريب بين العاميه والفصحى, لان كان الصعيد دايما يقول جعمز اجاجاجافاجا ولا ايه ما اعرفش ايه والحاجات من دي, وكل دوله لها الاسلوب العامي اللهجه العاميه بتاعتها. لكن الاذاعه كان من وظيفتها انها بتقرب بين هذه اللهجات المختلفه, بين اللهجات المختلفه, وبتسوب لهجه القاهره. واخده بالك؟ بس احنا عاوزين نبص للغتنا اللغه العربيه, ومن اجل هذا انا بعمل برنامج اسمه اسبوعيات طاهر ابو زيد دلوقتي, بيذاع لغايه دلوقتي, وجزء اساسي فيه اللغه العربيه. وعملت جمعيه اسمها جمعيه حماه اللغه العربيه, واشهرت في وزاره الشؤون الاجتماعيه, وناس مقبلين عليها. و والسنه دي اسمه عام اللغه العربيه كمان, اسمه عام اللغه العربيه 2006 يعني. هو في الحقيقه هو المفروض نسميه عام اللغه العربيه المكسره. اذا كنا عايزين عنوان وصفي مش عنوان يعني يامل في لغه عربيه صح. لا لكن يعني هقول لحضرتك على حاجه, من يعني قبل ما ندخل في العمليات دي كلها, وقبل ما فاروق شوشه الله يديله الصحه يدخل في لغتنا الجميله وغيرها, قبل كده كانت اللغة العربية مداسة, وكانت الكوميديا تبقى في الأفلام على المأذون السلام عليكم بطريقة كوميدية, أو ناس يقول لك أنت بتكلمني بالعربي ولا إيه. وقت بارك كانت مثار هزء وسخرية. الآن ما فيش جورنال إلا بين الحين والحين مقالات عن ضرورة قيام إقامة اللغة العربية والاهتمام بيها ورعايتها وحمايتها. فاحنا فخورين بالحكايه دي, وبنبذل مجهود رغم السن ورغم الظروف والى اخره, بنبذل مجهود في هذه العمليه وبننجح ان شاء الله. الاعلامي والاذاعي استاذ طاهر ابو زيد, يبدو انه من بدايه حياتك من وانت لسه كاتب محكمه او محضر في المحكمه يحدوك الحماس والامل. هذه السمه واضح انها لم تخفت ولم تخبو مع الايام. الحمد لله. هذا شيء يسعدنا ويجعلنا نزداد احتراما وحبا, ليس فقط لصوتك وبرامجك ولكن لشخصك. انا اشكرك لوجودك معانا النهارده, كل سنه وحضرتك طيب والاذاعه المصريه بخير, واشكر وجودك خصيصا من الاسكندريه معانا على الهواء. تعيشي, وانا اشكرك جدا جدا جدا, وبتابع برامجك باستمرار. احنا اصبحنا مدمنين منى الشاذلي. يا رب يخليك, مع ان انا بغلط في العربي كتير والله, وبكون في نص هدومي بس يعني لا بغلط, لا بغلط بس يعني اللي سامح كريم. لا مش كتير, لا لا لا, لغتك العربيه سليمه بجد يعني. استاذ طاهر ابو زيد اشكر حضرتك. تعيشي. وبعد الفاصل هيكون لنا كلام ايضا مع اعلاميين واذاعيات قبلوا على غير استجابه الحقيقه الاخريات ان هم يكونوا معانا النهارده صوت وصوره لا صوت. شكرا لحضرتك, وبعد الفاصل نلتقي.